اهلا وسهلا المتتبعات والمتتبعين ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الناس اللي كانوا طلبوا مني محلات، يعني اللي كيديروا الكريدي ولا كنقولوا كيديروا الطريطات في يعني اللي كيبغيو يفرشوا مثلا شي صالون، بزاف منكم اللي كانوا طلبوني في الفيديوهات ديال اللي كنت درت العود وديال الطلامط، محلات اللي يكونوا كيفرشوا بالتقسيط كما كنقولوا. انا لقيت لكم اليوم محل اريكا ديزاين، محل موجود في بلفيدير قريب المحطه ديال التران بلفيدير كازا فواياجور. المحل هو هذا، انتوما عندهم كل ما يتعلق بالفراش البلدي الرومي، يعني انتوما كتختاروا اللي بغيتوا. انتوما مولات المحل اخت فاطمه هي اللي غادي تشرح لينا الطريقه باش كيخدموا. انا ندير لكم غير جوله يعني في الموديلات اللي كيخدموا. نتوما كتجيو للمحل كتختاروا اللي بغيتوا، يعني من اللي بغى الغلا، اللي بغى تويبه ترخاص، اللي بغى، مهم نتوما والاختيار ديالكم. بحال هذا هنايا عندنا شونتيو ديال صالون بلدي، وغنوريك هذاك لي دام دي فيه واللون لي فيه، وغادي نوريكم التويبات واللوينات، المهم كلشي غادي نوري لكم. غادي نحاول نسول يعني جميع الاسئله اللي غادي تطيح لكم في البال ديالكم، غادي نحاول الله يقدرني ان شاء الله. هانتوما يعني هادو غير هنا واحد لي شونتيو باش تشوفوا موديلات، يعني تقدر تفرش لك دارك من ا زد. يعني الناس اللي كانوا طلبوني على هاد الفيديو، انا قلبت ولقيت لكم هاد المحل السيده فاطمه، بيوت النعاس، بلاكارات، يعني اي حاجه بغيتوها. ندير معكم غير جوله في المحل. هنايا غادي نشوفوا معكم هاد الشانتيوات اللي كيخدموا في كل شيء، في صالونات هادو، صالون اوروبيان وصالون ماروكان. الاخت فاطمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كما قلت لك انا في النهار اللي اتصلت معك قلت لك عندي بزاف ديال المتتبعين طلبوني على ناس اللي كيفرشوا بالتقسيط، اييه، بغاو صالونات بالتقسيط. يعني يمكن تقولي لينا مثلا الطريقه باش كتخدموا، كيفاش انا بغيت مثلا نفرش واحد الصالون، يعني شنو هما الاوراق اللي يكونوا عندي باش انت تضمني يعني الكليان ديالك وتضمني الخلاص ديالك بهذا المفهوم. هذا ندرجو مزيان باش كلشي يفهم، باش كلشي يفهم. يلا بسم الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس، صحيحه بخير. احنا شركه اريكا ديزاين، كنديروا توسكي موبلومون، كنفرشوا الديور، كنجي لعندكم كناخذ لي ميزور ديال الحاجه اللي بغيتوا تصاوبوا، كتجيو لعندي المكازا كتشوفوا لي موديل اللي بغيتوا بلي تيسيو ديالهم بالديزاين اللي بغيتوا بداكشي اللي حبيتوا. عندنا داكشي كيبدا كاع جميع المستويات اللي كاينين، داكشي اللي بغينا اللي من اللي كيشد 2000 درهم حتى اللي كيشد هذاكشي، هذا كلشي يفرش. هذاكشي حيت بزاف الناس اللي كيكونوا مساكنين عندهم داك الصلاه على قد الحال، مساكن ما يفرشوش، هذاكشي يعني كيلقاو صعوبه. كنخدم معاهم بزاف، كيعزوا عليا حيت مساكن ما كيلقاوش، باغا مسكينه تفرش صالون وكتقول لك انا عندي القد والقد ما كنقدرش، كتشوف مثلا فحال فيديوهات طليمطات وهذاكشي كتقول لك انا ما كرهتش نفرش ولكن ما عنديش الامكانيات. كاين 40 درهم على 35 على 50 على 60، ولكن الطريقه باش كتخدميهم، باش كتخدميهم، باش كتماري لي كولور تتحطيه تتحابي الصالون ما عرفتش بشحال مقي، هذاك الشيء اللي هو كيتقام بثمن زوين، ولكن واحد اللمسه ديال كيفاش تحط، كيفاش تخيط، كيفاش تماريه والالوان كيبين لك. وحتى الانسان اللي كيكون في هذا الدومين يعني عنده واحد الخبره، يعني صح، من والو يقدر يدير حاجه زوينه كتبان، صح، كتبان طوب، وهي راه غير ثمن مناسب. كاينه. عليكم السلام. واخا مثلا بغينا نفرشوا صالون، أيه؟ انا بغيت نفرش صالون، اول حاجه شنو كديري معايا؟ نديرو مثلا انا عندي الصالير ديالي بالوريقات ديالي بكلشي، عندي واحد الصالير كيدوز ليا كل شهر في لابونك، وهذا يعني كيفاش التسهيلات اللي غتخدمي معايا؟ دابا مثلا لنفرض عندنا صالون غيتقام باغ اكزومبل بشحال؟ بعودو، بماطل توب، توبو، بكلشي، مثلا غيتقام علينا بواحد 20 ابوبخي، لنفرض ديك 20000 درهم تقدر تسمح لي. دابا مثلا كما قلت لك 20000 درهم نقدروا مثلا كوم افونس تجينا واحد
5000 درهم كوم افونس، وديك 15000 درهم اللي كتبقى كنقسموها سوغ يعني كنقولوا جوج دالمليون، حيت كاين بزاف ما كيفهموش بالدرهم وبالفرنسيه. بحال مثلا قلنا جوج دالمليون فيها 100000 ريال، وكتبقى لينا ديك مليون ونص، مليون ونص تنقسموها على عام. وبالنسبه اللي ما عندوش الجهد باش يدفع لك ديك 5000 درهم، وتقريبا يعني حنا دابا هضرنا على الناس اللي غيكون عندهم واحد السالير يعني مزيان وعندهم الوريقات ديالهم، كيفاش غادي يديروا لك مثلا شيكات كل شهر كتاخذي الشيك ديالك؟ كل شهر كنفيرسي له الشيك ديالك. كنتفاهموا في الاول واش نفيرسيه ولا يجيبوا ليك، ولا يجيبوا لي لاسبيس ونعطيهم لو شيك ديالي. واخا انا واحد المواطنه عندي مثلا نقولوا 3000 درهم للشهر، وعجبني واحد الصالون، بغيت ندير انا صالون، نفرش مثلا صالون وبيت الجلوس، ولا بالنسبه للناس نديروا حنا الناس يلاه تزوجوا مثلا، كيكونوا بجوجهم خدامين، ولا الدري خدام والبنيته ما خداماش، يعني بغينا نفرشوا دارنا. انت كتفرشي لنا من ا ا زد، يعني نقولوا من مثلا من الكوزينه، من الكوزينه كلشي، يعني من الكوزينه حتى الصالون، يعني كوزينه بيت الجلوس سيجور اللي عندنا الى اخره، يعني انت كتكلفي بكلشي. كلشي كنجي انا لابارتمون كنشوف معاهم، تنحاولوا نقادوا شي حاجه ديكور زوين بثمن مزيان، من كما قلتي من العود حتى الزربيه حتى الطابلوات حتى الدريات، كلشي كتكلفي به. مثلا الصالون يكون كامل، انت تفرشي ليا كلشي وكنشوفوا داك التوتال شحال، وديما كنمشيو على قد يعني على قد المستطاع. فوالا الانسان اللي باغي داكشي شحال، واش مثلا الجهد ديالك باغا ثوب مثلا ديال 100 درهم، كاينه اللي الجهد ديالها ثوب ديال 200، كاينه اللي الجهد ديالها ثوب ديال 50 درهم، وانت غاديه يعني كل واحد الا حطيتي هذاك ديال 50 درهم مخيط مزيان، تحطي مع ديال 300 400 درهم تيبانو بحال 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 بحال، فهمتيني؟ ها كله وكيمشي على قد المستطاع ديالك يعني. وهادو يعني انا نقدر نبدا مثلا تفرشي لي ديك الدار، يعني على القد، على شنو نقولوا، يعني على الجهد ديالي انا اللي غادي يخليني انا وياك زوين، حيت يعني واحد اللي باغي يفرش دار تقدر تطلع له بثلاثه، كاين باربعه، كاين ب20، كاين ب30 الى اخره. وبالنسبه كنا نرجعوا عاوتاني الناس اللي ما عندهمش مثلا واحد السالير شهري، مثلا خدام دراسو خياط مسكين ولا المهم اللي كان، يعني واش هو يقدر يجي لعندك وتتعاملي معاه؟ يجي مرحبا به. وشنو هي الضمانه؟ انا دابا نيت كنفرش لواحد السيد حلاق جارنا هنا، كيجي عطاني هو افونس 2500 درهم، وخدا واحد الصالون داير 8000 درهم، درت معاه 500 درهم في الشهر. 500 درهم في الشهر مزيانه، يعني ما عندوش واحد السالير مضمون ولكن يجي ياخذ من عندك، ولكن والحمد لله نتمنوا من الله الا لقينا ما احسن منا، حيت بزاف صراحه ديال الناس كيدخلوا عندي كيقولوا لي ما كرهناش، ادعيوا معنا ربي يرزقنا وما كرهناش اللي يديرنا هذا، وعرفتي شحال وانا كنقلب، يعني راني شحال وانا كنسول وكنقلب حتى طحت معاك انتيا. وصراحه السيد اللي وراها ليا قال لي الله يعمرها دار، ومنين جيت لقيت داكشي باش وصفها لي السيد لقيتها الحمد لله. كنتمنى نكون جميع الاسئله سولتهم، قلنا اللي عنده واحد الصالير مضمون يجي تخدم مع اختي فاطمه، اللي مسكين عنده على قد الحال حتى هو، اللي عنده صالير مضمون المهم كلشي يجي يتقضى. وكيف ما قلنا ملي كتجيو انتوما كتختاروا، بغيتوا الغالي بغيتوا الرخيص، نوريو شنو عندنا مثلا في التويبات اللي كتخدمي بهم، في كل شيء. بحال هنا شفت صالون هذا الموديل جديد، بان ولات التلميطه كتلمط بثوب مخيط باللواط، بحال كلاسيكي كيتسمى تيسي ماتلاسي، يعني اللي بغى هذه الخدمه هذه تيسي ماتلاسي عقلوا عليها. كيتباع هو هكا، كيتباع ولا كيتخيط؟ لا كيتباع مصايب. كتشري ال نعطيك لاكام ديالك شوفيها اللوينات ديالو، ميت انتوما العود، يعني كتجيو كتختاروا انتوما اللي بغيتو. بحال دابا مثلا هاد لو تيسيو اللي في التوميطه، سمحي ليا، هانتوما لي ستور، بالنسبه اللي بغى لي ستور، اللي بغى ريدوات عاديين كلشي كاين، دريات كتفرش دارك من ا ا زد. هانتوما انا نشوفو، ها هو لي تيسيو ماتلاسي، ها هما اللوينات ديالو، هو هذا فيه الخضر باش، هذا هو اللي خدامين، هو اللي خدامين بيه، شي بوردو بوردو بلندادي، شي تيسيو هو فيه اللواط الداخل ماتلاس، هو مخدوم فيه اللواط لو فيغ بيج لو جون و الفيغ. هذا تا هو هو هذا خدامين هنا، هو هذا ف
فيه البوردو. هذا شويه غالي، هذا دير شويه الثمن. هذا المطروز شويه غالي، مطروز منه. كاين فيه البوردو، شي الباج، فيه الباج حتى هو بالزواقات ديالو، فيه الطوب حتى هو بالزواقات ديالو كاملين، فيه البلو حتى هو بالزواقات ديالو كاملين. كاين كاين بزاف، كاين بزاف، هو كيبقى الاختيار عاوتاني على حساب كل هادو لي تيسيلو تيطاش فغي اون تيطاش، هما اللوينات اللي فيه كاملين. كاين عاوتاني هذا، هادو كيتسموا تويبات روميين، كنخدموا بهم لي صالون، وثمنهم مناسب يعني كيبدا من مثلا بحال هادو، كاين 100 كاين 150 كاين بحال لي زويني بحال هكا دايرين مثلا 80 100 حساب. كاين عاوتاني تويبات روميين دايرينها 70 درهم، تويبات روميين دايرين 70 درهم بالنسبه للناس اللي كاينين تما كتخدمي الخدات. مثلا كتخدمي الصالون كله مثلا بالاوني وكتدخلي فيها، كتدخلي عليه هذا الشيء وكيتبقى مزوين وديكور زوين. كيجي ديكور زوين. دابا اغلبيه الصالونات ولاو هما كيديروا فيهم الرومي، ماشي ضروري يكون بلدي ويكون بالثمن. هذا بلدي وخياطه روميه وتويه برومي، تويه برومي شتي هذاك هو هذا. هو هذا شتو، هو هذا انتم هنا كي كيبان عادي عادي، شوفي من الخياطه كيفاش بان. هذا غير 70 درهم هانتوما، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنظن حتى من الصباغه حيت بان ليا هاد بابي بان كلشي كلشي، يعني كتكلف يعني تاخذ البارطما ديالك وتعطيها السوارد. تعطيها السوارد. واحد لافيديو ديال واحد لابارتمون تيمون بالنسبه لي ستور، سمعت بغيت على لي ستور حيت بانوا لي الفوق هما. بالنسبه للناس اللي بغاو لي ستور حتى هما كتخدمهم ريدوات عاديين، يعني كيف ما قلت لكم تريات طابلوات، يعني اي حاجه بغيتوها كتصرف معكم فيها. بالنسبه للي ستور حتى هما كنت درت ليهم فيديو خاص بلي ستور، حيت كانوا بزاف الناس سولوني، كنت درت واحد الفيديو غير هضرنا عليه خفيف، ودرت لهم فيديو خاص على لي ستور. لي ستور حتى هما فيهم بزاف، فيهم بزاف موديلات واشكال، وكل الثمن كيتختلف على فيهم لي مضوبل، فيهم لي بانو واحد، وعاد باش كاين اللي كديري وكتزيدي عليه لي بانو ديكوراتيف، كاين عطا الله الموديلات. دونك عاد باش كاين هادشي ديال لي شومبر ديال الدراري، يعني حتى من بيوت النعاس ديالكم وليداتكم كلشي كتسلسل. هذا كيجي للبنيتات زوين، كاينين الكوزينه، كاينين كلشي كلشي كاين. هذا لوكيتي، هذا سبايدر مان، وماشي ضروري انك تفرش دار كامل، تقدر مثلا غير بيت لاكويزين كيجي زوينين هذوك ديال لاكويزين. بالنسبه يقدر الواحد يفرش غير حاجه وحده، مثلا يا صالون يا بيت النعاس يا بيت الجلوس يا بيت الوليدات. اللي كيبغي يصوب غير شي دخيله عنده كنصوبوا ليه فيها بحال هكا شي كليسه بحال شي طبيله ودو شيز بحال هكا، ولا شي كونسول، ولا كاين يعني ان شاء الله تجيو. كاين فاش تختار؟ كاين عطا الله الموديلات، وصراحه حتى المعامله ما تلقاوش مشكل مع فاطمه، ونتمنى ان شاء الله الناس يعني اللي طلبوني على هذا الفيديو يكونوا استفدوا معايا اليوم. داكشي اللي كاين يعني اللي جا مرحبا به ان شاء الله. الناس تلقانا الطرف ديالك انتيا، يلاه انتم، يلاه انتم اللي غايجيو من طرف ديالها وديالهم بوحدها، بوحدها انتم اللي غايجيو من طرف القناه ان شاء الله غادي تصاوب معاهم مزيان كيف ما سمعتوها قالتها لكم هي. واللي جا من طرف العثمانيات، مدام العثمانيات غادي مني يفرش ويسالي غنعطيو ان كادو ديال لامازون ان شاء الله. يلاه انتم الناس اللي غادي يجيو من طرف القناه غادي ياخذوا كادو، يفرشوا ياخذوا كادو من الفوق ان شاء الله. نتمنى الفيديو اليوم تكونوا استفدتوا منه، ونتمنى نكون جميع الاسئله اللي بغيتو غنكون يعني سولتها وعطيتكم الاجابه. يا ربي نكون توفقت في هذا الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كانوا طلبوني بزاف على المحلات اللي كيديروا هذا التسهيلات في الفراش، والمحل كيف ما قلت لكم راه كاين في بلفيدر، يعني قريب المحطه ديال كازا فواياجور، يعني قريب غير توصلوا لتما كاين، راه اتصلوا بها هي نعت لكم ولا نخرجوا دابا ندير لكم واحد لا فيديو من المحطه لهنايا الطريق ان شاء الله ندير لكم في لا فيديو. وبسلامه عليكم، نتمنى الفيديو اليوم تكونوا استفدتوا منه، وبسلامه عليكم الفيديو جاي.
بالنسبة للفيديو ديال الطريق من محطة ديال كازا فواياجور للمحل، راني نسيت، سمحوا لي. هي الصراحة كانت دارت معايا بأننا نخرجوا نصوروا من سينا، هي كانوا عندها الناس وأنا خرجت في حالي، يعني راه باين غير تصلوا وتوصلوا للمحطة تصلوا، هي غتنعت لكم، راه أنفاس مع غير واحد الدخيلة واحد الزنيقة. بالنسبة هنا كنشوفوا واحد الموديل ديال واحد البرط، ما هما اللي فرشوها هنايا من أزاد كما قلت لكم، وماشي كلنا نديرو هنا. قالت لي هاد الطليمطات غير بسبعين درهم، يعني ماشي ضروري نديرو طليمطات غاليين، ولا يعني بزاف الناس غادي يبداو لا داكشي غالي لا داكشي. هي كيف ما قلنا لكم في الفيديو، الثمن كيبدا على حساب السالير ديالكم، على حساب داك الطريطه اللي نتوما تقدو عليها. راه كاينين كما قالت لكم، حنا عطاو مثال غير في الطلامط، كاينين طلامط من 70 درهم، من 35 درهم، حتى ل 300 درهم. العود هكاك يعني الزرا باي حاجه، كل حاجه والثمن ديالها، نتوما اللي كتحكموا شنو بغيتوا صالون ولا تفرشوا داركم كاملين. هنايا هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي كانوا طلبوني على كتقول لي اختي انا بغيت نفرش وما عنديش، الله يسهل علي، دعيو معايا الله يسهل على الجميع. انا معاكم، الله يسهل علينا كاملين يا ربي، اللي بغى شي حاجه الله يحققها لي. باش وصلت لهذا المحل هذا ما نقولش لكم، شفت محلات ولكن ما كيبغيوش يعطيونا جميع التفاصيل، كيقول لك يجيو الكليين ويكون خير. هنا شفتوا الاخت فاطمه يعني عطاتنا جميع التفاصيل باش نكونوا ناخذوا الكريدي من عندهم، كيفاش نتعاملوا بالنسبه للناس اللي عندهم سالير مستقر شهري يعني كيدوز لهم الفيرمون البنكة. الناس اللي مثلا كما قالت لنا داك المثال ديال داك السيد الحلاق حتى هو فرشات لي، يعني كلشي الناس يمكن انهم يفرشوا اللي عنده شويه واللي عنده بزاف، كلشي غادي يفرش. نتمنى الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه كما استفدت منه انا. وبالنسبه للناس اللي كتبوا لي في التعاليق الا ما كتكتبيش لنا الاثمنه ما غنتفرجوش في الفيديو، شوفوا انا كندير المستحيل وكنبقى نسول ماني المحل شي اسئله اللي هما بعض المرات ما كيبغيوش يجاوبوني. نتوما غادي تلاحظوا هذا الشيء في الفيديوهات، علاش كنبغي السؤال اللي نطرح لنفسي انا نسولو انا تلقاوه حتى نتوما عندكم. هذاك الشيء علاش كنسول في كل شيء، في الصغيره في الكبيره. الا ما كنتش عطيت الاثمنه في واحد الفيديو مثلا بحال ديال الزرابي، راه عطيني الاثمنه ديال داك الزرابي اللي شفنا، لان عندنا فيديو سابق يعني فيه الاثمنه، عطيني الاثمنه ديال الشيء الجديد. كاين الناس اللي كيقولوا لك هذا المحل لا غالي، انا كنقول لكم نتوما تحكموا، نتوما تحكموا على الاثمنه، نتوما تحكموا على المحل. سيروا شوفوا، انا كنجيب لكم المحلات، نتوما سيروا وشوفوا بعينيكم ومسوا بيديكم. واللي ما شريت نزهو بسلام عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو باش الفائده تعم الجميع، واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش في لي لايك، وبيكم ان شاء الله القناه غتزيد القدام. وبسلام.